في حدا على الباب. راتي لو سمحتي لا تفوتي. أخي ديفراج أنا أجيت أعطيكم العشاء، وهي شاي متلج لإلك وعصير لكريشة كمان. أعطيني إياه. شكراً لإلك. كيف صارت كريشة؟ منيحة. فيني شوفها شوي؟ حابة إني أحكي معه. لا راتي، ما فيني أعرض حياة حدا فيكن للخطر. بتمنى تتفهميني. ماشي. شكراً لك. تفضلي. مو عاجبتني هاي القصة أبدا. نحن عم نكذب على العيلة كلها. إمتى رح يخلص هذا الشيء؟ عن قريب. عن قريب كل شيء رح يكون تمام كريشا. القصة بدها كم يوم بس، بعدين رح نعرف مين ورا كل شيء صار. يلا هلا اشربي العصير الأول. كتير حلو. يلا خلينا نتعشى. لا 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 ديفراج، أنا عن جد نعسانة كتير، بدي نام شوي. معقول نعستي من قبل ما تتعشي؟ ديفراج صار لي فترة منيحة وأنا متسطحة، ما قدرت نام، تعبانة كتير وحاسة ماني قدرانة أتحرك بنوم. خليني روح وغسل وشي وبعدها بصحصح ومناكل سوا. ماشي يلا.